هي تعيش لعائلتها. أبي بالسجن وبدي تدفع له مصاري ليقدر يطلع. بالله شو كان عم يقول لك هالأستاذ؟ حكى عن صوتي. شكله ما عجبك صوتي بالمرة. وهو العكس حلو، بس مانك عرفانة تستخدميه. يعيش لألحانه. أنا عم بحكي عن اللحن يلي ما كنت بحلم حتى أني شوفه. هو يحلم بماض صحيح. أنا مبسوط فيك كتير لأنك رجعت تشتغل. وصوتي عجبك لأني عم أقول شي صح ومن جوا. وهي تحلم بمستقبل بعيد. لميس تعود. صوت عظيم، فيني خليها تشارك بالمهرجانات خلال 6 شهور. بتشارك؟ رح شارتك على شي ما بتنساه بحياتك. وافقت. بائعة الورد من السبت إلى الأربعاء 9:00 KSA على MBC 4.